السلام عليكم، نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم فيه ان كاطو دانيفيرسير اللي ساهل وبنين لاي واحد يقدر يديره في الدار. بالنسبه للمرحله الاولى هي اللي غادي نوجدوا فيها الجينواز، كنحتاجو 200 غرام سكر سنيده، 4 البيضات، 200 غرام ديال الطحين، عندنا خمارة، قبيصة ديال الملحة، وصاشية ديال الفاني. هنا بالنسبة أول حاجة غادي نخويو البيض ونكبو عليه الفاني وديك الرشيشة ديال الملحة والسكر سنيدة، وغادي نبداو نطربو كل شي حتى يولي لنا الخليط بيض. هنا بعد ما حصلت على الخليط البيض غادي نخلط ديك الكيس ديال الخميره مع الطحين، نخلطهم مزيان ونغرب لهم. صافي كنبقى نخلط وانا كنغربل في نفس الوقت، كنبقى نزيد الطحين شويه بشويه وكنبقى نحرك من التحت للفوق، كنحرك سواء بسباتيو ديال السيليكون سواء بمعلقه ديال العود، بحال هكا بحركات دائريه من التحت للفوق حتى يتجانس ليا الخليط كله، وفي الاخر خصنا نحصلو بهاد هاد لا تيكستور هادي بحال هكا. هنايا سرحت الحلوه ديالي في المول، ولكن فرشت لا بابي كويسون. بالنسبه للطياب اللي عنده فران ديال الضو العافيه تكون ما بين 150 حتى 180 درجه، راه كطيب في 20 دقيقه. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز نشعلو لتحت والفوق وتكون العافيه مهيله. ها هي الجينواز بعد ما طابت، درت هنايا جوج ديال الجينواز، هذه هي اللي صورت معاكم، كتجي مفشفشه وبنينه. هاي الجينواز الثانية درت ليها الأغوم ديال الفرامبواز حتى هي كتجي زويونة، درت لها نفس الطريقة. هنا بالنسبة للغاناج ديال شوكولا نواغ غادي نحتاجو 250 غرام شوكولا نواغ، تكون نسبة الكاكاو ديالو 72%، وعندنا 150 غرام ديال كريم فريش. هاد الكاناج غادي نديرو بين طبقة وطبقة. هنايا سخنت الكريم فريش مزيان، سخنتها غير سخنتها ماشي فيضتها، انا كبيتها على الشوكولا وغادي نبقى نحرك مزيان حتى يذوب داك الشوكولاط كامل، ما تبقى ليا حتى شي حبة ديال الشوكولاط صينة. لا كريم اللي غادي نمونطي بها غادي نحتاج اترو ديال الكريم فريش كما كانت، انا هنا اختاريت اولالا وجوج ديال لي ساشي ديال كريم شونتي. هاد لا كريم كتجي كثيره وبنينه في نفس الوقت. بعد ما طلعت لا كريم كتجي بهاد لا تيكستور فحال هكا، غادي نحطها في الفريغو غير تبرد شويه صافي.
بعد ما حيدت الكانوج من الثلاجه، بعد ما شط فراسو انا حطيته على الطبقه الاولى. غادي نبدا نحط شويه بشويه وندهن. صافي كنقادو مزيان، وعاد غادي نحط الطبقه الثانيه. بعد ما حطيت الطبقه الثانيه غادي نبدا نحط لا كريم شويه بشويه على هذا الشكل هذا، ونبدا نسرحها شويه بشويه، نسرحها تجي فحال هكا، ندرك الكيكه كامله. لا كريم اللي بقات درتها في لي بوش، النص درته بالفرامبواز والنص خليتها بيضه باش نبدا نزوق. هنا بالنسبه للكسبه تقدروا تكسبوا باي حاجه، انا هنايا كتبت بصوص الشوكولا. بالنسبه للشكل النهائي كيجي بحال هكا. دوك الوريضات شريتهم موجودين، دوك الشوكولاط حتى هو شريتو، لي ماكارون صايبتهم، غادي نحط لكم الفيديو قريب. ومن هنا كنقول لبنت اختي ندوشة جويوز انيفيرسير طول العمر ان شاء الله. ونبغي نشكر نهاد بريستيج، نحط لكم القناة ديالها، هي اللي عاونتني في المونتاج ديال هاد الكاطو.